ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عدل السفرة النهاردة معانا جندوف الاسكندراني بالكرفس والكريمة، ومعانا صينية سمك بالفريك بتغنينا عن الرز الصيادية أو مكرونة. السمك هي الصينية لوحدها أكلة، بس عايزين طبق مقبلات، وأنا ضد الترشي في أيام الصيف نشتريه من بره. خلونا في الشتاء ماشي، في رمضان بس اعمل المقبلات في البيت. معانا فلفلة ملونة، معانا بصل، ومعانا توم، معانا طحينة ودبس الرمان وشوية حب. تعالوا نعمل طبق مقبلات اسمه متبل الفلفل. متبل الفلفل نشوف نعمله مع بعض ازاي. متبل الفلفل ليس الجندفلي، متبل الفلفل. فلفل حاضر يا فندم. يلا اقطع الفلفل، انا عايز اكسب وقت. ده الفلفل يتقطع بالشكل ده كده حلو، ومعانا صينيه على النار بتسخن درجه حرارتها عاليه جدا. حلو، الفلفل الاحمر كنا زمان نتصور معاه سيلفي، دلوقتي عند الخضار زي الرز بتاع الخضار. الحاجات دي كنا نشوفها زمان نقول لك دي جايه مستورده. الثروه الزراعيه عندنا ما شاء الله، فلفل الوان، طماطم شيري، الفاكهه الشتا صيف تلاقيها بالوانها. المشمش كان بيقعد شهر ويختفي، دلوقتي بنشوف المشمش في كل اوقاته. واشوفك في المشمش، المقادير على الشاشه، فلفله ملونه زي الفل. حلو الكلام معايا كده زي ما هي. بحط عليها بصل، بحط عليها توم، بحط عليها فلفله حلوه. معانا صينيه شديده الحراره على النار اهو. حلو كل ده مع بعضه. واخد الصينيه الحلوه دي كده، حطيت توم انا، حطيت توم انا، حطيت توم كمان عشان ايه النسيان. يلا عليك، هو ده. ناخد الصينيه دي زي ما هي كده، يلا بينا، يلا بينا على بلد العشق. هو ده اهو، يلا هو ده اهو. هو ده في قلب الصينيه. هو ده في انسيابيه، في المهلبيه، ايه الحلاوه دي. هو ده مبسوط يا سامح انت، شفت التشكيله دي، هي دي. تسيبها بقى في الصينيه شويه في الفرن تتشوي. هو المفروض اخواننا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب بنوجه لهم تحيه كبيره لطبق الفلفله الحلوه دي كده. بيتبل بيتعمل ايه يا عم الشيف؟ الفلفل بيتشوي، احنا بنتكلم على المطابخ ومدرسه كل بلد. الفلفل ده بيتشوي، بعد ما بيتشوي كله على حده بيتحط في كيس نايلون ويتقفل الكيس جامد، يقوم البخار ونتيجه قفلان الكيس يتطاير يفصل القشره. نقشر الفلفل ده وبعد كده ناخده متقشر نحطه في الكبه مع طحينه مع فلفله حلوه، وينضرب في قلب الخلاط وتبقى ايه، متبل الهريسه او متبل الفلفله الحلوه. بناخد منها بنحط على البستيله، بنحط على شوربه الحريره، بنحط على الكسكسي، بنحط على المغربيه وهكذا. ولكن انا سريعا وانا دايما ايزي بيزي السهل البسيط، خدت الفلفله قطعتها بالشكل ده كده مع التومه مع بصلايه مع الفلفله الحلوه، وحطيتهم في صينيه شديده الحراره مع زيت زيتون على النار. اللي ناقص لي هنا شويه ملح واسيبها تتشوي. حلو، ونخش على اللي بعده. ده انا بكسب وقتي علشان نشوف كل التفاصيل. الصينيه زي ما هي كده هتدخلها الفرن. حلو قوي، ايه الحلاوه. اوريك صينيه السمك نطلعها، هي استوت. عينيا حين اهو عينيا فين الفوطه. مع التومه مع البصله يتشوي. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. فرسان التلفزيون المصري من الاساتذه المصورين. ده بيتشوي الفول، سوري الفلفل. الفلفل بيتشال بذره نضيفه زي الفل تمام. هيطلع من النار من الفرن، هنحط له دبس الرمان والطحينه يتحطوا عليه ونضربه في الكبه. بقى المتبل خلص كده. حط الكبه هنا كده، بس حضراتكم عرفتوا التفاصيل. الفلفله بتتشوي في الفرن، بعد ما بتتشوي بننزل عليها في الكبه مع طحينه ودبس الرمان. نشيك على الخلاط بتاعنا، العب اهدى شويه. حلو، انا هعمل لك حاجه حلوه دلوقتي بجد وهتدعي لي. انت لو خدت الصينيه دي من الفرن حطيتيها في الكبه هتدعي عليا، وانا ما بحبش حد يدعي عليا، خاصه الامهات حبايبي. ليه؟ سكينه الفرن هتتكسر، الخلاط هيسيح. ايوه حلو، يلا. الصورة تعني مليون كلمة. تعالوا مع بعض. الشيف المغازي هيقول ايه بقى؟ انت لو خدت الخضار ده وحطيتيه دلوقتي في الكبة يا امي
يا اختي يا عروسه يا جديده هتدعي عليا بعد ما تضرب الخلاط مره واتنين. هنا ده بلاستيك وده هتسيح والخلاط يبوظ منك، والصاموله والبليه اللي بتشتغل على الخلاط مش هتشتغل تاني. الكلام ده بيحصل معانا واحنا بنتعلم ولسه بيحصل لغايه دلوقتي. فانا عايز اطلع من موضوع التسخين ده تبريد مفاجئ، اعمل ايه؟ اعملي زي ما انا هعمل دلوقتي، دبس الرمان ينزل عليها مرحله تبريد اوليه. حلو قوي، تمام. الطحينه تنزل عليها مرحله تبريد تانية. شفت الحلاوه دي كده؟ عصير ليمون ينزل عليها، حطها في الخلاط بقلب جامد وعلى مسؤوليتي. ولو باظ الخلاط العنوان بتاعنا معروف، مازبيرو، مازبيرو على الكورنيش، مبنى مازبيرو معروف في كل انحاء العالم، عالم من الاعلام كلها. تيجي تطلبي ثمن الخلاط مني، هناخد كل الخلاط ده نضربه في قلب الكب واحنا شغالين مع بعض. عادي، انتوا لو عايزين تخلصوا الحلقه انا هحط ده في الخلاط واضربه، بس هي فيها الملح وفيها التوابل وكل حاجه. خليها كده جنب الخلاط عشان ايه؟ ما اغرقش الدنيا. بس كل ده مع بعض. الشوية البيون اللي نازلين دولت حكايه، هما اللي هيدوا للطحينه قوام. زيت الزيتون مع عصير الليمون مع ميه الفلفله، كل ده في قلب الكبه. طبق المقبلات ده حكايه، هتسيبي كل حاجه وتاكليه مع العيش البلدي المقرمش الناشف المحمص. حكايه. جيبي كيس عيش شامي قطعيه مثلثات وحمصيه في الفرن. وكلي من السلطه دي على مسؤوليتي زي التاكو كده. اخواننا في تونس والمغرب والجزائر بيشوا الفلفله كلها على حده زي ما قلت في البدايه، تتحط في كيس نايلون وتتقشر وتتضرب في الكبه مع الطحينه والفلفله الحلوه اللي هي الهريسه. تعال نضرب ده في الخلاط. يلا. والنبي يا استاذ رحاب انت بنت حلال، اديتني وقت زياده، استاهل ولا ما استاهلش؟ طالما بشتغل بدون وقت، قاعد بلعب نزلوا الشاشه عليا. تعالوا نشغل الكبه مع بعض. الله عليك بنت حلال والله، كنت لسه على لساني. بص على الحلاوه بالله عليك، بص على الحلاوه، بص على الشهاوه. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. دي تبرد تكلش منها غير لما تبرد، مستعجله كل منها. مطبخنا النهارده هو سمك، ولما نقول خليها سمك النهارده بالتاكيد مع المغازي في تفاصيل كتيره. جبنا كيلو من الجزل عملناها صينيه بالايه؟ بالفريك. وجبنا شويه جندفلي حلوين عملنا عليهم مراجعه تامه وشيكنا عليهم عشان الجندفلي له مشاكل كتيره. وعملناه جندفلي بالكريمه مع الكرفس والخضره اللي احنا شفناها مع بعض والتكنيك. عملنا متبل الفلفله الحلوه في وقت قليل جدا، وعرفنا ازاي نخلص من السخونيه بتاعه الحاجه باضافه دبس الرمان والطحينه وعصير الليمون عشان ما تدعيش عليا. وانا عارف ان انتوا مش بتدعوا عليا، بتدعوا لي. رؤيا، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو.